للحديث حول فكرة المقال نرحب بأمين عام حزب الميثاق الوطني والوزير الأسبق دكتور محمد المومني. أهلا بك دكتور محمد معنا في أخبار السابعة. إذن عملية تهريب المخدرات دكتور هي آفة قديمة جديدة يعاني منها الأردن وسائر دول الجوار منذ سنوات، ولكن السؤال هنا لماذا ازدادت وتيرتها الآن مع بدء عملية طوفان الأقصى، وما الأهداف السياسية من وراء هذه العمليات؟ صباح الخير لك، شكرا على السؤال. واضح أن هنالك قوة منظمة ودول تدعم هذه الميليشيات، وبالتالي العائد المالي المترتب على عملية التهريب والرغبة في نشر الفوضى والشر في المنطقة هي ما أدى إلى زيادة وتيرة هذا التهريب في الآونة الأخيرة. حقيقة إحنا معنيين تماما بأن نعي حجم كثافة العمل الذي تقوم به قواتنا المسلحة على الحدود الشمالية، وأن نعي أننا مستهدفون بشكل مباشر لكي يكون هنالك تهريب للسلاح والمخدرات وتعم الفوضى في هذه المنطقة. هذا يتطلب منا جهدا مجتمعيا كاملا في نقف صفا واحدا خلف قواتنا المسلحة وهي تخوض هذه المعركة بالنيابة عن الأردنيين جميعا. هل الهدف دكتور محمد مما يحدث هو استخدام الساحة الأردنية لربما إلى محطة لتبادل الرسائل مع الجانب الإسرائيلي لربما؟ ربما يكون ذلك جزء من الاستراتيجيات التي تتبعها الدول التي تقوم بدعم هذه الميليشيات، وهذا أمر معمول به في عدد من المحطات في الإقليم. الأردن مختلف والحمد لله، لأننا نمتلك أجهزة محترفة وقوية قادرة على صد العدوان وصد التهريب، وبالتالي نعم هنالك بعد سياسي يجب أن نعيه تماما، ويجب أن نكون على أعلى درجات اليقظة في محاولات قوى الشر لدب الفوضى في المنطقة. نعم دكتور، هل نستطيع أن نقول أن هناك من يريد خلط الأوراق التي سعت إليها دول مجاورة عن طريق بوابة الحدود الأردنية؟ هذا ما تسعى له هذه الدول بشكل مستمر، تحاول أن تثبت في كل محطة من المحطات وفي كل أزمة من الأزمات أنها موجودة وأنها تستطيع أن تتلاعب بالأمن والاستقرار الإقليمي حتى تحسن شروط تفاوضها مع المجتمع الدولي وفي الإقليم، وحتى تستطيع أن تفرض سيطرتها وهيمنتها على دول الإقليم المختلفة. نعم ايضا يعني من خلال المقال يعني تحدثت عن الجهود او جهود الجيش العربي والاجهزه الامنيه في افشال هذه المحاولات التي تهدف الى المساس بامن الوطن، ولكن هنا لربما هناك جزء من المسؤوليه ايضا على الشعب وكيفيه تعاطيه عما يحدث في الحدود. هناك لربما البعض دكتور محمد لا يعتقد بأن ما يحدث على الحدود هو حرب لربما، ما تعليقك على هذه النقطة تحديدا؟ أنا بعتقد أنها حرب بالمعنى الحرفي للكلمة كما أشرت في المقال، لأنه لما تخوض قواتنا المسلحة عمليات تمتد ليوم ويومين وأكثر في تعاملها مع عشرات المخربين المدججين بالسلاح، هذا معناه حرب، وهذا معناه أنه ضرورة إسناد كل الجهود التي تقوم فيها قواتنا المسلحة. من أيام كنا في جلسة مع معالي وزير المالية وكان هنالك حديث عن ضرورة أيضا إسناد القوات المسلحة بالمال الضروري الذي تحتاج في هذه المرحلة وهي تقوم بعمليات مكثفة على حدودنا الشمالية. الأردنيون جميعا معنيون أن يكونوا على درجة عالية من الوعي لما يحدث في حدودهم الشمالية ومحاولات البعض دب الفوضى وتهريب السلاح والمخدرات للمجتمع الأردني وللإقليم برمته. هذا أمر كبير وأمر قد يؤدي إلى فوضى عارمة إن لم نكن على أعلى درجات اليقظة والحيطة والحذر من أجل التصدي له. نعم أشكرك جزيل الشكر أمين عام حزب الميثاق الوطني والوزير الأسبق دكتور محمد المومني، كنت معنا، شكرا جزيلا.